طبعا ريم نظر اللي انعرفت بتقليدها للهجات العربية، هذه المرة خصت قناة سامراء بتقليد أيضا اللهجات العربية، وأيضا وجهت كلمة لكل متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا بالعراق. يعني طبعا أكيد، يعني أنا كلش أحب اللهجة العراقية، ويعني عندي هواية ذكريات وصور من بغداد، وعندي هواية أصدقاء يرسلون لي رسائل من العراق، كلش أتونس بيهم صراحة. أنا بنت لبنانية من مواليد بغداد، مقيمة بالكويت وبشتغل بشركة دعاية وإعلان، درست جرافيك ديزاين ببيروت وبعمل فيديوهات على السوشيال ميديا. ما بعرف إذا رح لاقي كلمات توصف قدي أنا مبسوطة وقدي أنا شاكرة وممتنة لكل الحب والدعم يلي عم يوصلني من العراق، وأنا عن جد مبسوطة فيكم كتير. وبحس اوقات انه في عندي يمكن جذور بتربطني فيهم، او يمكن لانه ماما بتضل تعملنا دولمة كمان ممكن، بس انا بحب اتشكرهم كتير ووجه لهم تحية كتير كبيرة، وبدي اشكركم انتو كمان لهيدا الوقت اللطيف معكم.